مساء الخير ومرحبا بكم. من الأبعاد الاقتصادية للمواطنة تشغيل عيش كريم وكرامة وطنية، وهذا بالأساس هو الهدف من مجلتنا عين على الاقتصاد، اللي من خلالها كل أسبوع نتطرق المواضيع الاقتصادية اللي تهم بلادنا. يحتفل العالم بعيد الشغل أو عيد العمال اللي يوافق غرة ماي من كل سنة، ويأتي احتفال بلادنا بعيد الشغل في ظرفية تتميز بأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية، تتميز بارتفاع في نسبة البطالة واستفحالها في صفوف الشباب وتدهور القدرة الشرائية. اليوم اخترنا باش نحكيو على قطاع النسيج والملابس الجاهزة. يكتسي قطاع النسيج والملابس الجاهزة اللي يشغل ما يقارب 200 ألف عامل وعاملة موقع حيوي فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الوطني. أغلب المؤسسات في هذا المجال تختص في خياطة الملابس المنسوجات، فيما تنشط بقية المؤسسات في الغزل والنسيج والتكملة وغيرها. يعد تطوير القدرات التكنولوجية والعلمية والبحثية والابتكارية منها في قطاع النسيج والملابس اللي يمر بأزمة، نأمل أن تكون ظرفية وعابرة رافد من روافد استمرار القطاع. كيف تتموقع تونس اليوم على الأسواق التقليدية الأوروبية؟ وهل الشركات التونسية في حاجة إلى أسواق جديدة للنمو خارج أوروبا؟ هل يمكن الحديث اليوم عن إمكانية تصدير الخبرة التونسية الناشئة في مجال الموضة؟ هذه الأسئلة وغيرها باش نجاوبوا عليها بعد من خلال حديثنا. عناوين هذا العدد ثم ننطلق في استقبال ضيوفنا. سعى في تدريج لقطاع النسيج والملابس وزيادة بنسبة 7% من قيمة صادرات القطاع هذا، اللي ما زال يعاني بعض الشيء من وطأة الأزمة الاقتصادية في أوروبا، الحريف التقليدي لتونس. استثمار في الابتكار والتكنولوجيا باش نسلطوا الضوء في هذا العدد على المركز الفني للنسيج كحافز لمرافقة المصنعين في النهوض بقطاع النسيج والملابس. الموضة قدرة تشغيلية عالية للمبتكرين الشبان وآفاق واعدة لتصدير المنتوج التونسي من ملابس ونسيج وتشجيع الخبرات والكفاءات داخل وخارج البلاد. هذه كانت عناوين هذا العدد. معنا مجموعه من الضيوف كالعاده نرحب بهم قبل ما ننطلق في حديثنا. حبيت نرحب بسيلبيجي بن غربال، رجل اعمال صاحب مجموعه شركات. مرحبا بك سيلبيجي. يعني تقريبا 30 سنه في مجال النسيج، في قطاع النسيج والملابس. مرحبا بك. كذلك سي سمير بن عبد الله، تبارك الله. قداش باش نبدا؟ رئيس الغرفه الوطنيه لمصنعي الملابس الداخليه، عضو المكتب التنفيذي للجامعه الوطنيه للنسيج، منظم مهرجان الموضة باش نحكيو عليه ان شاء الله اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك مدام سونيا نقاش، معنا كالعاده في الحصه خبيرتنا الاقتصاديه والجامعيه، واليوم باش تحكي لنا اكيد وتفيدنا بمعلومات تهمكم. انتظم مؤخرا بالضاحيه الشماليه اول مهرجان للموضه، حضروا عدد كبير من المبتكرين الشبان وعدد من المهنيين المختصين في قطاع النسيج والملابس. كان هذا المهرجان فرصه لعرض المهارات الشابة والبحث عن سبل للتعريف بالموضة التونسية وخاصة كيفية تصديرها. شوفوا مع بعضنا الروبورتاج. تونس من بين البلدان الأوائل المصدرة للملابس، وتبقى السوق الأوروبية وجهتها الأساسية، وتحتل بلادنا المرتبة الخامسة في قائمة مزاودة الاتحاد الأوروبي بعد الصين، تركيا، ورومانيا وبنغلاديش. إلا أن القطاع هذا يعاني من بعض المشاكل، فيما تراجعت الصادرات بنسبة 7.9% في عام 2012 مقارنة بالعام اللي سبقه. مرينا سنة 2012 بكونجنكتور ظرفية صعيبة شوية، فيها نقص في الطلبيات من فرنسا وإيطاليا اللي هما يمثلوا أهم لي مارشي نتاعنا في الإكسبورتاسيون، دونك وهذا حاجة معروفة ما تمسش قطاع النسيج والملابس الكل، بل هي عامة على القطاعات الكل. باللي صاير بعد الثورة بالطلبات نتاع الخدامة وبالإنتاجية اللي طايحة، دونك يخلي اليوم صعوبات باش نصدروا. وين يظهر لي اذا كان باش نجموا نوصلوا نصدروا لبرا، اذا كان ديجا ما وصلناش باش نبيعوا البرودوي نتاعنا في تونس. وكما انت تعرف اليوم كيف الدور في السوق التونسيه، تشوف 80% من الاوفر امبورتاسيون. تونس
هي ثاني مزود لأوروبا في ملابس السباحة لما يطبع. تونس هي ثالث مزود لأوروبا في اللانجري، فهمتي؟ هذه برشا ناس ما يعرفوهاش. والمراكز نتاعنا قادت ثابتة حتى التوا برغم الأزمة وبرغم نقص في الإنتاج. وعندنا معناها يد عاملة مختصة، وعندنا شركات عالمية اللي هي منتصبة في تونس. ويساهم قطاع النسيج والملابس بقوة في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا، ويوظف قرابة 300 ألف شخص، ورغم كل العوائق كأنه القطاع هذا بدأ يسترجع في عافيته. شهر مارس دونك ثم نمو قرابة 7%، كي سي ان شيفر اسي امبورطون. معناتها معدل الصادرات بالنسبة للثلاث أشهر الأولى معناتها أوني أبوبري 4%، 4% بالنسبة لحجم الصادرات. نجم نعطيك الرقم لو كوميول إلي 1368 مليون دو دينار، 1368 مليار مليمات، معناتها اللي هو رقم مهم. بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية اللي يعاني منها قطاع النسيج والألبسة التونسي وعدم الاستقرار الأمني اللي نجر عنه تردد بعض المستثمرين، القطاع اليوم في حاجة إلى تدارك الأمر واجتياح أسواق أخرى جديدة للنمو خارج أوروبا. اليوم الحرفاء متاع تونس وشركائها يعني الأجانب ينظرون بنظرة فيها شوية حذر، ويقول لك تونس فيها مخاطر، ولكن احنا كلنا عايشين في تونس ونشوف صحيح نمر بفترة استثنائية، ولكن هذايا ما يلزموش يأثر على معاملاتنا التجارية. وهوني دور المصدرين، دور هياكل المساندة، دور مركز النهوض بالصادرات، دور وزارة التجارة والصناعات التقليدية، باش نوجدوا مع بعضنا هذا التناغم في التعامل. صحيح نتعامل ب 80% من معاملاتنا مع أوروبا، ولكن اليوم سنحافظ على هذا الشريك التقليدي دون أن ننسى شركاء جدد وهي إفريقيا. قبل تونس، قبل أوروبا كانت تعطي فينا في الطلبيات أكثر من الطاقة متاعنا، والناس الكل كانت متفرهدة، والأكثرية متاع المصانع كانت عايشة بالمناولة. الأمور تبدلت، الطلبيات نقصت، الشركات ما عادش تحب المناولة، تحب المنتوج الخام. هذا كله يزمو فترة زمنية باش الناس تتأقلم على الوضع، هي لسادابت لأسات نوفل سيتواسيون. الأسواق الجديدة، شو الأسواق الجديدة؟ الخليج يحبوا على المنتوج الخام. أمريكا ما عندناش اتفاقية أنا كورد ليبري شانج مع أمريكا. المنتوج متاعنا وقت اللي يمشي لأمريكا يخلص 10% جمارك. هذا وفي انتظار مفاوضات إمضاء اتفاقية شراكة ممكنة لرفع الحواجز على المنتوج التونسي على السوق الأمريكية، يبقى التحدي اليوم مع عودة الاستقرار إلى البلاد. وخلال جلسة استماع نظمتها ودادية مركز النهوض بالصادرات بتونس الأسبوع المنقضي في إطار الاحتفال بمرور 40 سنة على انبعاث وحاولوا مصدرين ومصنعين وفاعلين في قطاع النسيج والملابس أنه يتفاعلوا البحث عن حلول لتجاوز الصعوبات اللي مر بها القطاع. الشركات المصنعة متاع الملابس الجاهزة كلها مجابها المشاكل اللي هي منجرة من نقص الاستهلاك في الأسواق متاعنا، بالأخص الأسواق الأوروبية. دونك يلزمنا باش نجاوبها ويلزمنا باش نلقاو الحلول متاعها. أنا البارحة روحت من خارج في دورة للتسويق، أنا أفضحها، ما ثماش حريف ما سألناش على تونس، ما ثماش حريف ماهوش أنكي للمستقبل، ماهوش مستقبل سياسي، المستقبل الاجتماعي، كلفة الإنتاج. ووقت اللي يجيوا لتونس كلهم يرجعوا لك بنظرة معناها نظرة سيئة جدا، يقول لك تونس معنا عقلوهاش. ظرف مكان مش ملام برابور لبريود دو ترانزيسيون هذه كون فيفون، من شاء الله معناتها العقلية التجديد والابتكار هي اللي بشكون حافز لكل المؤسسات في تونس. وفي السياق هذا يشكل مجال التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي أفاق واعدة للرفع من جودة ومردود القطاع. وتعد تونس من خلال المركز الفني للنسيج لو سيتاكس البلد الوحيد في العالم العربي المنخرط بصفة فعلية في شبكة أوروبية للكفاءات تيكستخانات ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار. مرحبا بكم من جديد. إذن بعد ما شفنا الروبورتاج هذا، أول سؤال يعني يمكن يحطنا الأمور أكثر في إطارها، وهو موجه لكم سي البيجي وكذلك سي سمير وبتبع سونيا أيضا. كيفاش يمكن اليوم نشخص الوضع القطاع النسيج والملابس خاصة بعد الثورة وبعد الأزمة الاقتصادية في أوروبا من منطلق تجربتكم لو كان نحكي؟ تفضل سي البيجي. شكرا.
هو في الواقع باش نكون متفائل ونحب نكون متفائل والوضعية اللي تعيشها تونس اليوم من نجم نكونوا إلا متفائلين. وضع قطاع النسيج يمر صحيح ببعض الصعوبات الطفيفة، لكن الحمد لله مازلنا موجودين وقاعدين نخدموا، والأرقام معناتها توري اللي الصادرات التونسية خاصة السوق الأوروبية ما تأثرتش برشا باللي حصل في تونس. من الأسباب ربما الإيجابية كون عندنا عدة شركات الغير مقيمة اللي هما لي سوسيتي نون ريزيدونت اللي تعودوا بتونس ومناخ تونس وعندهم عدة سنوات موجودين في تونس، ونقولوا في البريود نتاع الثورة ينون با بانيكي وقعدوا معانا وقاعدين يخدموا الحق نتاع ربي. هذا اللي شجعنا احنا كتوانسة مقيمين باش نزيدوا معناتها نشدوا على ساعدنا ونخدموا ونقدموا بالبلاد القدام. اي سمير تفضل. وقت اللي تقولوا راهو قطاع الملابس الجاهزه في ازمه، نقول بالنسبه ليك ماهوش في ازمه، معناتها وقت اللي تبدا ناقص 7% يا ترى تسمى ازمه؟ وقت اللي نشوفوا السوق الفرنسيه هي بيدها نسبه الاستهلاك نتاعها عمناول نقصت ب 7%، دونك احنا وقت اللي يصير تراجع ب 7% علامه وانه نواكبوا السوق الفرنسيه. عام سنا في 2013 فما نمو ب 1%، دونك كان برغم هذا الكل تقولوا فما ازمه، نقول لك لا سامحني، فما صحيح الازمه في الاسواق نتاعنا، التراجع في الاستهلاك هذا رجع بال معناها نجر عنده التراجع في قيمه الصادرات، يعني فما تاثر مش ازمه. يعطيك الصحه، فهمتي؟ انا نخير وانك تقول فما تاثر من الازمه اللي موجوده في اوروبا اكثر من اللي هي ازمه. هو في الواقع فما تاثر، خلينا نكونوا واقعيين ونزموا اللي فما تاثر بالثوره التونسيه، يعني خاصة فيما يخصني أنا السكتور متاع الجين اللي نقولوا جين والشركات المصدرة كليا، واللي قلت عندي 30 سنة في الميدان هذا، وسنوات الفارطة كنا ديما في نمو وسلم تصاعدي كل عام خير من عام، لكن من الثورة من تاريخ من 14 جانفي 2011 وقع شوية ركود وشوية تخوف وشوية صعوبات، وقلنا حتى لسوسيتي الغير مقيمة يعني ليزيترونجي اللي موجودين في تونس قعدوا يزودوا فينا، لكن يزودوا فينا مش بنفس الكميات، يعني فما شوية خوف ماهيش الكمية، لكن باذن الله الناس كل مستعده باش وقت تولي عنا معناتها كليما سوسيال ان شاء الله في اقرب الاوقات ونخرجوا ونعملوا حكومه دائمه وانتخابات باذن الله السوق التونسيه باش ترجع على ما عليه. سونيا تفضل. هو القطاع النسيج نتاعنا يظهر لي عاش ايام الصعيبه وراه اللي هي في 2008 2009، وقتها جاوا حاجتين، ازمه عالميه اقتصاديه هبطت في الطلب على المواد بصفة عامة، ونهاية اللي تسمى لاكور ملتي فيبغ، اتفاقية متعددة الألياف اللي حلت الأسواق على المواد الصينية والكل، والصناعة التونسية تضرت منها. لكن علاش قلت لك كان عنده مقاومة أكثر؟ لأنه مثلا نعرفوا اللي في 2008 و2009 الصناعة المغربية في الملابس تضرت أكثر من الصناعة التونسية. على العكس مثلا في 2011 قطاع النسيج والملابس هو من أكثر القطاعات اللي سندوا البلاد وما تمسش بالازمه في 2000، ما تمسش بالثوره، ما تمس الا توا بصفه الازمه اللي في اوروبا، الازمه الاقتصاديه اللي في اوروبا نقصت شويه الطلبات على المنتوج التونسي. يمكن هوني فما موضوع نتصوره جوهري لازمنا نحكيه فيه، اللي هو إمكانية الترفيع في القيمة المضافة، هل النجم يكون حل من بين الحلول بالأساس لتوفير موطن شغل وللتنمية؟ كيفاش ممكن نحكيه في الموضوع هذا، وكيفاش يعني من منطلق تجربتكم أنتم كيفاش ينجم يضيف للقطاع؟ صحيح بالضبط، وهو هذا اللي تعيش فيه السوق التونسية، خاصة ديما نحكي بوصفي مصدر كليا. تونس في وقت من الأوقات كانت معناتها مركزة على الكميات، كنا نخدموا بكميات كبيرة للتصدير وخاصة السوق الأوروبية في الثمانينات والتسعينات، لكن وقت اللي أغلات اليد العاملة التونسية وبدأت تغلى شوية هذوما خاصة حرفائنا الأوروبيين ديما يلوجوا، ونحكيو هوني خاصة بما يسمى لا غروند ديستريبيسيون، يلوجوا في أرخص الأسعار ممكنة، وبدأ النزوح للصين. وقتها تونس
لوجه البديل، والبديل اللي نعيشوا فيه توا خاطر تونس هي بلد قريب ياسر من اوروبا، ساعه بالطائره نكونوا موجودين في تونس، دونك القيمه المضافه خاصه في ميداني، ونحكي الجين ديلاباج دو جين خاطر عندنا لا كونفيكسيون ونعرفوا شكل معناتها يعني السروال الجين ما ينجم يتباع الا ما يكون التخسل، وهذا هو اللي يعمل القيمه المضافه ويعمل بري فاليو، وتونس من ارفع الجودات خاصه في ميدان الديلاباج بارابول الاسواق المحاذيه. وانا مدة شهر كنت في مصر وعندي حريف في مصر ومشيت فين نجمت ندخل السوق المصرية ونبيعوا لمصر بالرغم اللي هما أرخص منا، بالرغم اللي عندهم المارشي أمريكان كمية كبيرة في الديلاباج، احنا افونسي عليهم برشا ونجمنا من بعد نواصلوا في الموضوع هذا مع سونيا ومع سي سمير. نواصلوا توا ويبدو ان هناك مؤشرات لتعافي القطاع، توا باش نشوفوا مع بعضنا من خلال بلغه الارقام قطاع النسيج والملابس في ارقام من خلال هذه الفقره. الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي تمر بها منطقة اليورو كان لها تأثير سلبي على قطاع النسيج والملابس في تونس. الوضعية هذه نجر عنها انخفاض في الطلب على منتوجات القطاع هذا، إلا أنه عرفت صادرات قطاع النسيج والملابس خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 ارتفاع بقيمة 7.06% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، فيما تراجعت الواردات بإلا 2.87% مقارنة بشهر مارس 2012 حسب المركز الفني للنسيج. وكان القطاع هذا قد سجل تحسن طفيف على مستوى الصادرات بزيادة تقدر ب 2.2% خلال شهر جانفي وفيفري من سنة 2013 مقارنة بسنة 2012. وتبرز الدراسة التحليلية حسب الوحدات ارتفاع بنسبة معها 8.68% بالنسبة لللباس، وانخفاض بإلا 1.67% فيما يخص النسيج. وعلى هالأساس يحقق الميزان التجاري زيادة ب 14.6 نقاط خلال شهر مارس 2013، أي ما يعادل نسبة 157% من نفس الشهر والسنة مقارنة ب 142.5% خلال شهر مارس 2012. علما بأن صادرات قطاع النسيج والملابس شهدت خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2012 تراجع ب 5.92% والواردات بإلا 3.76%. ينشط بقطاع النسيج اللي يمثل ثلث الصادرات الوطنية قرابة 2100 مؤسسة تشغل 200 ألف عامل. أغلبية الشركات المصدرة لهذا القطاع تعتمد المناولة في أنشطتها في الوقت اللي العديد من المصنعين يطالبوا بإرساء مبدأ المناولة المشتركة. إذا هذه أرقام وإحصائيات تنجم تعطينا فكرة عامة على القطاع ككل. نرجع مثلا الزيادة بنسبة 7% من قيمة الصادرات من المنتوجات والملابس وأرقام أخرى كنت استمعتوا لها، يعني قراءتكم لهذه الأرقام. تفضل سي سمير. أنا أقول بالنسبة للقطاع الملابس الجاهزة فيه خاصية في تونس، وأنه الثلثين متاعه من الشركات الموجودين في تونس هي متكونة من شركات مناولة لا سوتريتانس، فهمتي؟ الشركات هذه هي اللي حاسة بالكريز أوروبيان أكثر من غيرها، ولذا حسب اعتقادي أنا وأنه يلزم نكثفوا من الجهود متاعنا باش الشركات متاعنا تولي تمشي من المناولة للمنتوج الكامل بصفة تدريجية، تخليها تكون بعيدة شوية على المشاكل اللي هي لربما تنجم تصير وقت اللي تكون فما أزمة في سوق من الأسواق متاعنا، وتخليها بل وقت اللي تمشي في اتجاه المنتوج الكامل تنجم تغزو أسواق أخرى بالمنتوج متاعها. سونيا؟ أنا نحب نذكر شوية السادة المشاهدين اللي القطاع هذا عمره 40 سنة، معناها القطاع هذا تولد مع قانون 72 اللي وقتها قال عليه برشا كلام خايب، انه قانون اللي يسمح للمؤسسات الاجنبيه بس تجي تنتصب في تونس تستعمل اليد العامله الى اخره وتستثمر في تونس ونعطيها شويه امتيازات. القطاع هذا هو اكثر قطاع فيه مؤسسات متوجهه للتصدير، والقطاع هذا يشغل برشا، يعني في الصناعات الخفيفة أكثر قطاع يشغل هو هذايا. لو نشوفوا المنتوجات اللي احنا نصدروا فيهم أكثر حاجة نصدروها هي سراول الجين، سراول العاديين، الملابس الداخلية النسائية وملابس الشغل لفيتمون دو ترافاي.
لو كي نعرفوا المواد هذه نفهموا اللي ثم امكانيه ان نزيدوا في القيمه. ملابس السباحه يذولي زاد ملابس السباحه المرتبه الاولى هي هكا ولا المرتبه الثانيه ولا ملابس السباحه هي المرتبه الثانيه والمزود الثاني لاوروبا في ملابس السباحه رقم هام جدا وبالتالي في المنتوجات هذه ثم امكانيه للرفع كما قال سي بن غربال الرفع في القيمه المضافه ان نوليو عندنا التصدير غير المادي اللي هو الديزاين الفصاله التصميم معناها الملابس هذه الكل تقبل فكره انها تصدر تولي انت تعمل الموديلات وفي عوض تبعث منتوج تنجم تبعث فقط فكره وموضه وكوليكسيون جديده الى اخره. سي الباجي يعني نجم نقولوا كونه انطلاقا من الارقام ولا من ديما نرجع للتجربه نتاعك زاده نجم نقولوا كونه القطاع قاعد يصمد الان في هذه الظروف ككل معناتها بالضبط صامد القطاع بالضبط القطاع صامد الحق نتاع ربي من تاريخ الثوره الى يومنا هذا ما سمعناش برشا مؤسسات اللي معناتها جاتها صعوبات كبيره موجودين نخدموا مش بنفس الكميات لكن موجودين وصامدين وهذا كما كانت تقول الاخت خاصه في الميدان لو ديلافاج نحكي اللي هو ولا معناتها ميدان فن اكثر منه صناعه خاطر لو كان انبسط الديلافاج وقت من الاوقات هي الاله الماكينه كانت تغسل اليوم تجين ولا تخدم بالقطعه ويتعدى على 4 أو 5 مراحل وفيه بوكو دو ريشيرش وبوكو دو ديفلوبمون وهوني التونسي برز وتفوق على غيره قلت لك بالمقارنه مع مصر لقينا رواحنا فايتين بشوط كبير برشا في الميدان هذايا على المستوى هذا. نواصلوا ويمكن توا نشوفوا زاويه اخرى من موضوعنا، ما هي اليات الانتاج او استراتيجيات العمل الجديده المقترحه لتحسين الانتاجيه في قطاع النسيج والملابس والحرص على تفعيل منظومه تكوين مهني وفني قادره على الاستجابه لتطور حاجيات المؤجرين من الخبرات والمهارات من اليد العامله المتخصصه. وفي نفس الوقت تؤمن حقوق العمال من الطرد لاسباب اقتصاديه والاحاته الاجتماعية وغيرها من المسائل المتعلقة بالالتزامات المؤجرة في خضم الأزمة الاقتصادية في أوروبا والعالم. روبورتاج. في الوقت اللي يعاني فيه قطاع النسيج والملابس من بعض الصعوبات اللي وصفها بعض المهنيين في القطاع بالظرفية، اجتماع كم هائل من الأطراف التونسية الناشطة في مجال صناعة الملابس في إطار أول مهرجان للموضة. الحدث هذا كان فرصة لتبادل الآراء حول سبل إنعاش قطاع تضرب الأزمة وكيفية تصدير الخبرة التونسية في مجال الموضة. عندنا موضة تونسية لكن ما هيش موضة اللي تقول انت تليكسبورت معناتها تصدرها، هي تخصنا احنا وعيشتنا وتراثنا. تونس ديجا تخدم الماركات العالميه اللي موجوده توا تتباع في تونس ولا في الخارج، التوانسه هما يخدموا فيهم، اما سو تريتون معناها نخدموا لهم، احنا نحبوا نوصلوا نهار احنا يشريوا لنا ماركتنا ان شاء الله. يلزم شويه نخموا اذا كان ديجا نتريني ونتعلموا على السوق نتاعنا ونوليو نعملوا ان برودوي وماركات تونسيه ونشجعوا الماركات التونسيه هذوكم باش تولي تصدر لبرا، ديجا اون بو باسي ان فولي جديد اللي هو البرودوي فيني اللي هو المستقبل. اليوم ما نجموش نقولوا راهو المستقبل مش يقعد في الفاسون. المهرجان هذا باش يفتح افاق للشركات والمصنعين ويحمل فتيات وخبرات وكفاءات شابه نجم تكون ارضيه لاستراتيجيات مستقبليه لقطاع الموضه والنسيج. لا كاليفيكاسيون مع الاختصاص كي تبدا انت طالبه باش تخدم حاجه متقونه ساعه ساعه معناتها كان انت مش مكونه معاك ناس اللي يخدموا سنوات وتعلموا عليك وتعلموا معناها الاتقان على قاعده مثلا باش تشغل ناس جدد يلزمك برشا وقت تعلمهم باش معناها يوليوا يتقنوا الخدمه نتاعهم. عندنا شويه معناها في التكوين ناقصين تكوين. من المشاكل اذا اللي تعرض لها اصحاب القطاع هي التكوين، ويمثل المركز الفني النسيج واللي حاول يتاقلم على الظرفيه الصعبه اللي مرت بها بعض الشركات والمعامل اللي تقلصت طلبيتها بعض الشيء، الشريك الاول للمؤسسات القطاع هذا في انجاز برنامج التاهيل المهني. المعامل في تونس ما عندهمش ستيليست، ما عندهمش ساعات موديليست، نحن نوفروا لهم العمليه هذه وتقنيات في المركز الفني اللي عندهم فورماسيون معناها صحيحه معناها فورماسيون دو باز كيما اس مود كيما كوليج لاسال كيما دونك فورماسيون في ستيليزم دو باز وزاد مارسوا العمل نتاعهم في القطاع معناها عندهم الخبره معناها النيفو والخبره.
وبامكانهم باش يعملوا كوليكسيون. كل شويه نعمل كوليكسيون، حاضر دي زيشانتيون كل شيء، يقعدوا قعدت ما بين الفامي وصحابي وكل شيء. مازلت عندي باج هكا سور فيسبوك يعني سور كوموند اي تو، نحط معناتها تصاور الكوليكسيون اللي نعملها، وكي تبدا فما كوموند ولا حاجه ولا عروسه تحب على ملابس داخليه معناتها كل شيء نحضر لها. والمشاكل اللي عندنا هو سكو تونس يعني احنا في المود تونس نتبعوا يعني ديكو ما نستغلوش اللي عندنا ديجا. ومن بين الخدمات ذات القيمه المضافه العاليه اللي قدمها المركز الفني النسيج المرجعي هذا لو سيتكس لشركاء من اهل المهنه لتحسين قدرتهم التنافسيه، عرض واعاده تاهيل اليد العامله المتخصصه في القطاع وتدريب عند الطلب المصممين من مهارات المبتكرين الشبان حتى يواكبوا توجهات الموضه العالميه وحاجيات الحريف اينما كان، وترويج الخبره التونسيه في القطب التكنولوجي المناسير اللي هو نتاع توسكي مع انوبليسمون وفينيساج اللي باش يمكن معناتها المبدع التونسي كيف معناتها كو سوا دي ستيليست دي موديليست دو كرياسيون دو كولوري دو نوفو تيسو باش ينجم يعملهم في البلاتفورم هذه. سي ان كرون بروجي تري امبيسيو ان شاء الله معناتها نتلقوا في الانجاز نتاعو ان شاء الله معناتها الدوزيام سيمستر 2013. الدراسه والحمد لله زاد كيف كيف لخيان معناتها الطرف الفرنسي بريسيزيمون معناتها ساهم معنا في الترانسفير دو سافوار خاطر ابري تو سو ان بلاتفورم اون فوا روبرودوير لا ميم بلاتفورم كيزون شيزو معناتها اللي هي موجوده دون لا ريجون دو ميلوز. في المخبر هذا المعتمد اللي يميز زاد نشاط من أنشطة المركز الفني للنسيج ذات التقنية العالية، يقع معاينة مدى مطابقة العينات من الأقمشة وغيرها والتثبت من صلابتها وخصائصها الصحية لترويج على السوق الأوروبية حسب كراس الشروط حتى يقع اقتحام الأسواق العالمية بمنتوج يخضع للمواصفات الدولية من الجودة. التحاليل اللي نقوم بها تحاليل فيزيائية وتحاليل كيميائية باش نشوفوا مدى مطابقة العينات اللي تجينا بارابور الكراسة الشروط المعتمدة، مثل في جودة العينات اللي باش تكون على موزعة على المرشي السوق الوطنية ولا السوق الأوروبية. نشوفوا نوعية الألياف المكونة في النسيج، عندنا قطن صوف بوليستر، وفي صورة فما مئوية لكل نوعية ليف موجود في العينة. وبالرغم من كل العوائق والصعوبات اللي واجهها القطاع، أكبر الماركات العالمية من ملابس داخلية وسراويل الجين المستوردة إلى السوق الأوروبية تصنع في تونس. ويبقى تحدي اليوم اللي ضبطته الاستراتيجية الصناعية الوطنية لأفق 2016 أن يحافظ قطاع النسيج والملابس على استمرارية منتوجه لكسب رهان المنافسة. إذن يعني اليوم لو كان باش نحكيو شوية على القطاع النسيج والملابس والحلول لتطوير القطاع، مش فقط يظهر لي الحديث لازم يكون على التسويق المنتوج، لكن بدرجة أولى الآن والأهمية لازم نحكيو على الابتكار، على إعادة تأهيل اليد العاملة، والذي يظهر لي والجودة اللي هو توا يظهر لي موضوع الساعة، هذا هو النقطة الأساسية اللي لازم التركيز فيها. نعرف شنو رأيكم في الكلام هذا وكيفاش نحكيو فيه؟ لازم نواكب بالسوق. السوق في الوقت الحاضر يحب على الابتكارات ويحب على البرودوي فيني ويحب على الموضه، وهذا هو اللي لازمنا احنا باش نعملوه باش نواكبوا الاسواق نتاعنا ونتبعها. وهذا هو الهدف نتاع تنظيم المهرجان الموضه اللي صار في يوم 4 و5 ابريل الفارط في تونس، اللي كان عند حسن الظن وكان معناه خلى انطباع كبير ياسر عند الزوار نتاعنا اللي هما متكونين من صحفيين ورجال اعمال. وبالمناسبه نحب باش نعلم انه المهرجان الثاني باش يصير في شهر اكتوبر من نفس السنه من سنه 2013، وهذه باش تخول فرصه باش تخول للمبدعين والمبتكرين التوانسه باش تكون لهم فرصه باش يوريوا الكفاءه نتاعهم والصناعه نتاعهم والامكانيات نتاعهم. دونك هذه معناها اليه من الاليات اللي يلزمنا احنا أصحاب الأعمال في ميدان الملابس الجاهزة نقوم بها للخروج من الصعوبات اللي احنا توا فيها. أي تفضل سونيا. على ذكر الابتكار النقطة السوداء في قطاع النسيج والملابس في بلادنا هي ضعف التأطير، معناها عدد المهندسين والمتكونين من مستوى عالي
قليل ياسر بالنسبة لليد العاملة اللي ضعيفة التكوين. في وقت اللي عندنا أقطاب تكنولوجية وعندنا كلية هندسة والكل تخرج 100 مهندس في النسيج في العام تقريبا، وعندنا مدارس التكوين كيف كيف تخرج في الموضة والكل، معناها عندنا قاعدين نخرجوا في الاختصاصيين اللي عندهم تكوين عالي في وفي نفس الوقت القطاع التأطير فيه ضعيف، والابتكار وزيادة القيمة المضافة ما يجي إلا بأن نزيدوا في نسبة التأطير، يعني أنه يكون عندنا أزيد مهندسين وأزيد مهندسين وأزيد مصممين والكل في القطاع، وقتها هما اللي منهم هما تجي الأفكار متاع أنك تطلع بالمنتوج تزيد وفهمت وأنك تتعدى من السوت خيتانس اللي هي المناولة للمناولة المشتركة لاكوت خيتانس، أنه يعني ما عادش أنا نقعد نستنى حتى مؤسسة أخرى تعطيني أمر بأني ننتج لها طريف، نولي أنا وياها بشراكة نقرروا مع بعضنا المنتوج والتصميم والابتكار إلى آخره. تفضل سي بيجي. صحيح بالضبط، هو شنو اللي حصل وقت اللي بدا الميدان هذا اللي نسموه قانون 72 المؤسسات المصدرة كليا، وقت اللي بداوا رجال الأعمال بدينا في المناولة نجم نقولوا 100% ورجال الأعمال منهم رجال أعمال ومنهم تجار ويلوجوا في الربح السريع. بالوقت ولينا دي سامبل اكزيكيوتور، معناتها العشرية الأولى والعشرية الثانية كنا نخدموا اون اكزيكيوت اللي يعطيونا، يقولون نحب القطعة هذه عمل لي كيفة وعينينا مغمضة ويجيونا الموديلات والقماش والدنيا الكل يجي من برا. حتى اللي بشوية بشوية بدينا نفقده في السوق هذية، وتوا أنا بقدرة ربي كما نقولوا متفائل ونبشر توانسة اللي الصناعيين الكلهم تو بداوا يخلطوا على الركب ودخلنا في نظام الجودة والابتكار يلزمنا شوية وقت، لكن هذا هو مستقبل تونس في النسيج. شكرا لكم سي سمير، شكرا لك على حضورك بحضنا. بعد باش تلتحق بينا ملايك في مصطلح وحكايه، وعندها اليوم تحكينا بالاخص عيد الشغل وواحد ماي، واكيد عندها ما تقول في الموضوع هذا، وعندها ايضا ما تقول فيما يخص موضوعنا اليوم. التحقت بينا ملايك، مرحبا ملايك. عيشك وبيك. اليوم في فقط مصطلح وحكاية باش نحكي ويسر على كلفة الانتاج وعلى العمل. باش نبدأ بكلفة الانتاج واللي نقصد بها مجموعة ما ينفق على عمليات الانتاج المختلفة، هي الثمن اللي يدفع المؤجر للحصول على عناصر الانتاج من عمل ورأس مال وأرض وغيره. على ذلك فإنه تشمل نفقات الموقع اللازم للعمل وشهري العمال سواء كانوا يقوموا بعمل تنفيذية وإلا إدارية، والنفقات المختلفة اللازمة للانتاج. وبالإضافة لأنه العمل هو من أهم عوامل الإنتاج فعنده قيمة إنسانية كبيرة، فقبل ما يكون هو طريق لكسب العيش والحصول على الأمن الاقتصادي للفرد، فالعمل هو قيمة حضارية سادت المجتمعات الإنسانية من أقدم العصور، فبفضل العمل أقيمت الحضارات في شتى المجالات المادية والفكرية، ويمكن أن نقول أن العمل هو حرية كرامة وهو التوازن النفسي والاجتماعي. ولأهمية العمل الإنسانية والاقتصادية تحدد غرة ماي من كل عام اليوم العالمي للشغل وإلا للعمال. هذا العيد هو عنده رمزية تاريخية تعود إلى القرن 19 بالتحديد إلى سنة 1886، لما قرر عمال مدينة شيكاغو الأمريكية الدخول في إضراب للمطالبة بتخفيض ساعات العمل من إلى حدود 8 ساعات، واستمر إضراب إلى غاية 4 ماي، في حين شهدت عدد مدن أخرى إضرابات حوالي 5000 إضراب بدعوى من تنظيم فرسان العمل اللي تم بعثه في 1869 من طرف عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا الأمريكية. وقد تم أول احتفال بهذه الذكرى عام 1890، واللي أصبحت فيما بعد عيد عالمي، وحاليا تحتفل به جل دول العالم. كان هذه مصطلحنا شكرا لك اليوم. ملاك يعطيك الصحة. سي البيجي حبيت فقط تربط شوية مع الفقرة هذه. هو بالحق احنا كنا نحتفلوا بعيد الشغل، لكن أكيد احتفالنا لازم يكون عنده طابع آخر، ولازمنا نحكيه أيضا على العمال ونحكيه على الإحاطة الاجتماعية بهم، وبالأخص تتفاديوا بعض المشاكل من بينها تسريب العمال. في المجال هذا شنو تنجم تحكي لنا بالأخص من موقعك أنت كصاحب يعني مصانع؟ هو في الواقع حسب اعتقادي وحسب تجربتي الشخصية المتواضعة، الحل سهل برشا. كي تبدأ فما علاقة بين المؤجر والأجير، تبدأ علاقة واضحة وشفافة
بإذن الله ما نجم نلقاو كان التفاهم والتقدم. ربما أنا نحب نجاوب بطريقة أخرى في قالب نداء ولا رجاء ربما للعمال بهالمناسبة هذية معناتها 1 ماي، هو رجاء من كل العمال وخاصة العمال اللي يخدموا في النسيج اللي هو الميدان متاعي واللي نغير عليه واللي عندي سنوات فيه. إيش نقول أنا؟ نقول إذا العامل معناتها المؤجر متاعه محترم له الاتفاقية المشتركة اللي بيناتهم، ماخو جميع حقوقه من فضله نطلبوا منه باش يخدم اليوم ويصبر علينا شوية حتى نعديه هالحقبة هذه. العمال اللي عندها نواقص وماهيش تاخو في جميع حقوقها في الاتفاقية المشتركة المتفق عليها من حقها باش تطالب وباش تتكلم. هذا هو والله اللي باش نضيفه، هو أنه اللي ما يعرفوش برشا عباد برشا ناس تتذمر من الإضرابات إلى آخره وترمي المسؤولية على النقابات، وهو على عكس هذا أكثر الإضرابات اللي أكثر العلاقات الشغلية اللي يسودها التوتر وقت اللي ما ثماش نقابة تنظم عمل تنظم المطلبية للعمال، يعني وهذا يضر بالعامل ويضر بالمؤسسة ويضر زاد برب العمل، لأنه رب العمل يحب أنه يتفاوض أو يحكي مع طرف وحيد يمثل العمال الكل وعنده ثقتهم، وهو اللي إن فوات تفهم معاه تمشي الأمور، على عكس المؤسسات اللي ماهيش مهيكلة نقابيا هي اللي أكثر واحدة تصير فيها الإضرابات العشوائية والأشياء الغير منظمة. شكرا لكم، شكرا لك سي البيجي على وجودك بحضنا، يعطيك الصحة. بعد قليل باش يلتحق بنا أمير، لكن قبل هذا باش نمشيو لفقرة نيوز ماك ثم نواصلوا. بعد مراقبة كبيرة كشف البنك المركزي التونسي على أنشطة غير قانونية قاعدة تقوم بها شركات متمثلة في جمع الأموال من عند المواطنين وإيهامهم أن قيمتهم تعلى وممكن توصل إلى مبالغ ضخمة، ودعا البنك في بلاغ نهار الجمعة إلى ضرورة إيداع الأموال حصريا عند المؤسسات البنكية والمالية المرخص لها، وأضاف أن جمع الأموال لدى العموم يبقى نشاط حصري للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وما يجوزش قانوناً أنه يتعطاه أي شخص آخر. 15,000 فرصة عمل في قطاع الفوسفات والمناشم أصبحت مهددة بسبب تراجع الإنتاج نتيجة الإضرابات والاعتصامات، هذا ما أكدته وزارة الصناعة الأسبوع الماضي، فيما تراجع إنتاج الفوسفات في تونس حسب رئاسة الحكومة بنسبة 70%. وصرح المدير العام للمناشم بوزارة الصناعة في إطار اللقاء الدوري بوسائل الإعلام الأسبوع الماضي أن الأوضاع في قطاع الفوسفات ولت محيرة بعد الخسائر اللي سجلها خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 بحوالي 270 مليون دينار بمعدل 3 ملايين دينار يوميا بسبب تعطيل عمليات الاستخراج والإنتاج من قبل المحتجين الراغبين في الحصول على مواطن شغل، الشيء اللي باش يأثر بصفة كبيرة على الوحدات الإنتاجية والاقتصاد الوطني. نظم وفد تونسي برئاسة وزير الصناعة مهدي جمعة زيارة إلى باريس متمثلة في سلسلة لقاءات مع شخصيات فرنسية كرجال أعمال ورؤساء شركات، والهدف منها بلورة مشاريع جديدة في عدة قطاعات كتكنولوجيا الاتصال والطاقة المتجددة وصناعة قطاع الغيار للسيارات وصناعة الأدوية. من أهم المواضيع اللي وقع التطرق لها اليد العاملة وأهمية تأهيل الخبرات والكفاءات وتطوير القدرات الشبابية، وهذا في إطار محاولة تونس مواجهة المنافسة المتزايدة للدول الآسيوية خاصة في تصنيع قطاع غيار السيارات. مساج واضح اليوم، تونس مستقبلها مستقبل معرفي، مستقبل نكملوا نطوروا يد العاملة ونرفعوا من مستواها باش تولي يد عاملة دافونتاج بلو كاليفيي، ولكن المستقبل زاد في توظيف المعرفة، والمعرفة عندنا ما شاء الله كفاءات في تونس. خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي، رفضت مؤخرا كريستين لاغارد مديرة الصندوق إعطاء أي جدول زمني محتمل للمفاوضات مع مصر بعد ما فشلت اتفاقية شروط قرض قيمته 4800 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. قالت كريستين لاغارد إن الصندوق مش باش يتخلى على طاولة المفاوضات، ونفات مطالبة الصندوق برفع الدعم في بعض القطاعات كشرط لمنح القرض لمصر، الشيء اللي نجم يترتب عنه التضييق على الطبقات الفقيرة في المجتمع المصري، كما وضحت أنه ما يقارب من 200 تريليون دولار تنفق سنويا على الدعم في جميع أنحاء العالم.
كانت إذن فقرة نيوز ماج الصيغة السارة العياري والتحق بنا الآن أمير. مرحبا بك أمير. شوفوا شارت الفقرة. تفضل أمير. نتعديو للهايتيك. الهايتيك اللي فيها برشا قرصنة اليوم باش نحكيو عليها، قرصنة كما صارت في الشهر الحقيقة نتاع فريل كله، أما باش نحكيو على حاجات قرصنة خطيرة شوية. اللي صار قرصنة لي سيستيم امباركي نتاع طيارة ايربوس اللي هي معناها حاجة تسمى غراف شوية، واللي واحد تليفونه خذا الكونترول نتاع لي سيستيم امباركي نتاع الطيارة وشوفها فيش ترجع معناها لي سينيو لي ميسيون لي ريسيبسيون، حتى البيلوتاج اوتوماتيك تمس في الحكايه. وهذه تسمى حاجه انوفونت برشا الحقيقه، اما غراف برشا اللي بابليكاسيون اندرويد واحد ينجم ياخذ كونترول نتاع الطياره معناها البيلوتاج اوتوماتيك. و تو معناها كل شيء ما عادش نعملوا فوي لي باجاج، نحيو تليفونات العباد قبل ما يطلعوا للطياره. بيان سور القرصنه هذه كانت قرصنه كيما نقولوها في ال قرصنة جيدة اللي باش تمكن يسكروا الثغرات هذوما، اما فتحت الابواب كبيرة للي سيستيم امباركي. عاودوا زيد نشوفوا لي سيستيم امباركي نتاع ترينوات ونتاع حاجات هذوما، كيما سيستيم امباركي نتاع توزيع المياه والكل صارت فيه قرصنة عملية كبيرة برشا وخسرت برشا شركات برشا فلوس. نتعاد نقعدوا زيد في القرصنة ونتعداو القرصنة نتاع الجوجل جلاسز اللي قدمناه من قبل في الهايتيك نتاعنا، حكينا عليهم مليح. اللي قصرت القرصنة نتاعهم هذوما جوجل جلاس حكينا عليهم مريض، يخليوك معناها انت تغزل حاجه تقول سجل، تعطيك دي زانفورماسيون، حكيت كيف هكاك وانت تبدا تحاوس بالغاليتي اوكمونتي. قرصناهم للمريض هذوما وخذوا كيف كيف الكونترول نتاعهم ا ديستونس، معناها صور انت واحد لبس مريض ويبدا في داره، فهمتني؟ وعبد ياخو يشوفه هو واش قاعد يشوف في داره، نجم يسجل له معناها اللي هذايا حاجه خطيره وخطيره برشا شفتوا في بريفي نتاع العباد. هذه بالنسبه للقرصنه. نتعداو الخبر الاخر واللي باش يفرح برشا امهات وربيت بيت، وهو خبر هايتيك الى محاله. اللي عملوا سوريه ما تمسخش وما تكمش، تقعد 100 نهار السوريه هذه لا تتمش لا تتمسخ ولا تتكمش، معناها يفرحهم الامهات يفرحهم ما نظنش يعلمهم البخل. السوريه هذه تكلف 30,000 دولار باش وصلوا عملوها، معناها تصور 30,000 دولار باش وصلوا عملوا سوريه كوميم، معناها ما تمسخش وما تكمش. السوريه هذه باش تتباع في قرابة، لا مش بلاستيك، لا والله حتى كي تشوف الصور نتاعها معناها مش بلاستيك، لا تتكمش لا تتمسخ، لا تتكمش لا تتمسخ وريحتها تقعد لاباس. هذيك فيش معناها ريحتها تقعد هي بيدها زادة. السوريه هذه باش تتكلف 98 دولار في البيوع، وكما قلنا الغوشيخ نتاعها تكلف 30,000 دولار، وهم يعملوا معناها يجربوا في لي برودوي سانتيتيك وكل شيء باش يعملوا السوريه هذه. يعطيهم الصحة. كيف كيف المريه والحاجات كيف هذا خبر اقتصادي زاده. علاش خبر اقتصادي؟ خاطر نعرفوا معناها الحكايه هذوما سورتو لي برودوي دو لافاج سون دي برودوي توكسيك برشا، ويلوثوا برشا وسورتو غاسبياج نتاع برشا ما زاده. دونك الخبر هذا بيرمي دو فير دي ايكونومي حتى في ينفع من جهه ويضر من جهه، ما عادش نشريو الحوايج زاده يوليو نقتصروا فيه. ها؟ مازال فما خبر اخر؟ هذا هو. يعطيك الصحة، شكرا ليك. شكرا ليك ملاك. سوني يعطيك الصحة على وجودك بحضرنا ككل اسبوع. كذلك نقول لكل السادة المشاهدين شكرا لهم على متابعتهم لنا. كان هذا عددنا من عين على الاقتصاد اللي حكينا فيه اليوم على قطاع النسيج والملابس. موعدنا معكم ان شاء الله يتجدد الاسبوع القادم في نفس الموعد. الى اللقاء.